أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو هو في قامته المعروفة، كان يطوف في المدينة في الليل، فمر ذات يوم على خيمة قد نصبت لم يرها في الليلة التي خلت، فوقف عندها يسأل عن صاحبها، فإذا هو أعرابي قد نصب الخيمة، فسأله من أنت؟ قال أنا رجل من البادية جئت أصيب فضل أمير المؤمنين. والأعرابي لا يعرف أن هذا عمر. قال ما الصوت الذي أسمعه؟ قال هذه امرأة في المخاض، أي في الولادة. قال هل عندها من أحد؟ قال لا. فذهب أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بيته، وكلم زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي يومئذ صغيرة، فقال لها هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ فالناس لا يساقون إلى المعروف سوقا. قالت وما ذاك؟ فأخبرها فقبلت، فأمرها أن تحمل ما يصلح للمرأة من ألحفة وغطاء وما شابه ذلك، وحمل معه قدرا فيه لحما وبراء، ومضى الزوج وهو أمير المؤمنين وزوجته حتى وصل إلى الخيمة، فقال للمرأة لزوجته ادخلي، فدخلت، وقال للرجل أوقد لي نارا، فأوقد له نارا، فأخذ أمير المؤمنين يحاول أن ينضج الطعام، وبينما هو ينضج الطعام ولدت المرأة. فقالت أم كلثوم لزوجها عمر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قول المرأة يا أمير المؤمنين ارتحت، فقال له عمر لا عليك، وطمأنه. وللقصة خاتمة معروفة. موضع الشاهد، هذه ليست أحاديث سمر، هذه أخبار أصحاب سيد البشر صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أن أم كلثوم رضوان الله عليها لم تقل يا زوجي، لم تقل يا عمر، لم تقل يا أبا حفص، لأن هي الآن تناديه خارج المنزل، خارج البيت، خارج الدار، فتبقي على هيبته كأمير للمؤمنين حتى لا تذهب هيبته من أعين العامة. فقالت له يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. وقطعا لو كان في الدار لا يعقل أن زوجة تنادي زوجها بلقبه وهما على الفراش أو وهما في إحدى حجرات البيت، لكنها فرقت ما بين حاله في الدار وحاله خارج الدار، فأبقت على هيبته في العيون، قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. وهذا ما جعل الرجل يعرف أن هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود لا بد من إبقاء حبل الهيبة.